أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بل إنه أكمل الثناء والشكر حين أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أقدم وافر الحمد مقرونا بجميل الثناء إلى داح الأرض وبان السماء على جميل الألطاف وجميع النعماء، مقدما أجمل الصلوات وناثرا أروع التحيات إلى سيدي وسيد البريات وفخر الكائنات، إلى متسيد القلوب وشفيع الذنوب وحبيب علام الغيوب أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار الميامين الأخيار صلاة زاكية طيبة مباركة. الحضور الأكارم، الضيوف الأفاضل، السادة والمشايخ من أصحاب السماحة والفضيلة مع حفظ الألقاب والمقامات، كل من لبى الدعوة وشاركنا بحضوره في هذه اللحظات، بودي أن أنثر تحية السلام بينكم، فيطيب لي أن أقول: يا من حملتم للمحبة غصنها، حييتم في حفلكم فلتسمعوا، أهديكم حبا أغر كأنه غصن عليه سلامنا يتفرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها بارقة أمل ولمحة شرف ونفحة عزة وافتخار، ترتفع من رجال أخيار تقودهم نبضات الهمة والعزيمة والإصرار، ليثبتوا دعائم منبر أبي الأحرار سلام الله عليه، يستلهمون نجاحاتهم وتميزهم وهم يتفيئون تحت ظلال راية قبة سيد الشهادة والشهامة والإباء، وفي مدينة البلاغة والفكر والتراث والعقيدة ومصنع العلماء، مدينة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهم يستضيفون نخبا وطاقات حوزوية وأكاديمية لتنصهر كل منهما في بوتقة واحدة عنوانها الريادة في التأثير لخطيب المنبر الحسيني. حياكم الله أيها الأحبة الكرام في حفل ختام الموسم التطويري الثالث وحفل ختام الموسم الثقافي التخصصي الأول، والذي تقيمه مؤسسة رواد للتنمية والإعلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. خير بدء مع خير افتتاح، وكما اعتادت الأسماع أن تفتح وتتحف وتطيب وتبارك، إنها تلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم، يتلوها على أسماعكم قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين. استقبلوا معي القارئ الدولي الأستاذ حسنيا الحلو، مصحوبا مكللا بذكر محمد وآل محمد. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات
لآيات لأولي الألباب. لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم. صلوات. شكرا للقارئ السيد حسنين الحلو، قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين.
والذي ما أجمل أن نرفق استماعنا إلى تلاوته العطرة بقراءة سورة أم الكتاب، نهديها ترحماً إلى أرواح شهداء الإسلام، شهداء المذهب، إلى العلماء، إلى خطباء المنبر الحسيني خاصة. نقف جميعاً لقراءة سورة الفاتحة المباركة. أجدد نثر باقة الترحيب بحضراتكم وطيب وجودكم أيها الأحبة الأكارم الضيوف الأفاضل السادة المدعونة جميعا في حفل ختام الموسم التطويري الثالث وحفل ختام الموسم الثقافي التخصصي الأول الذي تقيمه مؤسسة رواد للتنمية والإعلام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. هذا العراق على الوجود تسيدا، كم مرقد بالحب جاور مرقدا، وطن يطمئنه الحسين بنحره، ويمد عباس لدمعته اليدا، الرافدان على يديه صلاة، الرافدان على يديه صلاة، يمناه دجلة واليسار فرات، هذا العراق بحجم كل حضارة حي وتسقي نخله الحوزات. للهيئة المشرفة على هذه المؤسسة وعلى برامجها التنموية التطويرية التدريبية كلمة في سفر حفل هذا الختام يلقيها سماحة السيد محمد علي بحر العلوم، نستقبله معطرا بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لأن نحيي أمر أئمتنا وأمر ديننا وأن نكون من المساهمين في نشر تعاليم الله وفي نشر مبادئ الإسلام في أمتنا. ما يزيد على 10 قرون، أكثر من 1300 سنة، وما زال المنبر الحسيني له الريادة ويحتل المرتبة الأولى في التبليغ والعطاء والإفادة في القرن 21 في خضم وسائل التواصل والفضائيات وأجهزة ووسائل الإعلام المتعددة. ما زال للمنبر دوره، وما زال للخطيب حلاوته، وما زال لكلماته صداها في قلوب السامعين. المنبر الحسيني الذي بدأ وانطلق من ذكر أبي عبد الله الحسين ومأساة الحسين لكي يرفد العلم والمعرفة بكافة صنوف المعرفة والعلوم، ولأن يكون منطلقا لتزويد الأمة بما تحتاجه من مبادئ، من مثل، من أحكام، من تعاليم، من نظريات، من رد لشبهات، وتجاوز لفتن ومشاكل ومحن مرت بها أمتنا طيلة هذه القرون المتمادية. المنبر الحسيني الذي كان وما زالت له الريادة، ومع كل فترة زمنية تظهر هناك حاجات وتظهر هناك سبل متعددة يحتاج إليها الخطيب ويحتاج إلى تلك الأدوات والآليات لكي يزداد الحق
الذي يبينه وضوحاً واستجلاباً لسامعيه. مؤسسة رواد التي نحتفل بتخريج دفعة من مواسمها الثقافية والتخصصية امتازت بثلاثة أمور. الأمر الأول القيادة الشابة الطموحة التي لها أمل ولديها طموح في أن تصل إلى مراتب عالية وأن تأخذ بيد الجميع، بيد الخطباء والمبلغين، بل بيد الشباب إلى مراتب متقدمة في هذا المجال الذي تقدمه. الامتياز الثاني هي أنها رفضت ما يوجد من نقص فيما يحتاج إليه الخطيب. في المنطق يقولون هناك مادة البرهان، مادة القياس، وصورة القياس. الصورة المادة هي التي تعطي للقياس قوة، هي التي تعطي للقياس وللبرهان قوته، هي التي تعطي لهذا الاستدلال قوته وتعطيه قدرته على الإقناع. لكن الصورة لا بد منها، ولا بد أن تتشكل هذه المواد وهذه القضايا بصورة صحيحة منطقية طبقا لعلوم المنطق. اليوم الحوزة تبني الخطيب من الداخل وتبنيه فكرا ومعرفة، بل يجب على الخطيب أن يستفيد من وقته الذي يتواجد فيه داخل الحوزة وفي ضمن الحوزة العلمية، لكي يستفيد في تنمية معلوماته وقدراته العلمية واستعداداته. لكن بجانب هذا يحتاج إلى آليات وأدوات في كيفية التخاطب، في كيفية اختيار هذه المواد، وفي كيفية التأثير والتأثر. اليوم ليس المنبر أو المأتم منحصراً في منطقة ضيقة وإطار ضيق. اليوم نشهد عالمية المآتم الحسينية. اليوم لا يوجد مأتم يختص بهذه القرية أو بهذا المكان الضيق. اليوم المأتم الحسيني أينما انعقد فهو عالمي، يمكن أن ينشر في أي مكان، وهذه تولد مسؤولية كبرى لدى الخطيب. وكما علمونا في علم البلاغة لكل مقام مقال، أصبح مقامنا اليوم واسعا متراميا الأطراف، لا يقتصر على الفئة المستمعين الذين يستمعون للخطيب مباشرة، وإنما يتعداهم. فدوما يحتاج الخطيب إلى آليات وإلى أدوات أخرى ومتجددة توافق هذا العصر. المجتمع اليوم ليس هو مجتمع 100 للهجرة، سنة 100 للهجرة، بل ليس هو مجتمع 1900 ميلادية قبل 100 سنة. مجتمع اليوم ومستمع اليوم يختلفون عن مستمع الأمس. لذلك جاءت هذه المؤسسة لكي تسد هذا المقدار من الحاجة الذي قد يحتاجه إخواننا الخطباء والمبلغون. الأمر الثالث الذي تتميز به هذه المؤسسة الاستفادة من الكوادر المتخصصة. الرجوع إلى المتخصص والرجوع إلى أهل الخبرة هو ما يميزنا وما يميز مجتمعاتنا. في الفقه نعود إلى المتخصص، وفي كل علم نعود إلى المتخصص، ولو كان هذا المتخصص من خارج بيئتنا ومن خارج مدينتنا ومن خارج منطقتنا. إلا أن إيماننا بهذه الحاجة وبفائدة هذه الفنون التي يحتاجها الخطيب والمتكلم هي التي تدفعنا إلى تنشيط هذه المؤسسة
وإلى دعمها ورفضها. وأعتقد أن دعم العتبة الحسينية المقدسة المتمثل متوليها الشرعي سماحة الشيخ الكربلائي أعطى دفقا ودفعا وقوة وصلابة إلى هذه المؤسسة. كان الموسم التطويري الأول يبتني على جهود شخصية، وهكذا تطور وتطور إلى هذا الموسم الثالث الذي يحظى بهذا التأييد وبهذا الدعم. نتمنى للمؤسسة الشابة الفتية أن تخطو بخطوات جادة، وأن يكون لها في كل موسم شيئا جديدا. في هذا الموسم انضمام سماحة الأخ العزيز الشيخ فرحان إلى جهود هذه المؤسسة هي نقلة، ونحتاج أيضا في المواسم الأخرى إن شاء الله لهذه القيادة الشابة وهذه الأفكار المتطلعة أن تجد طريقها إلى التحقق وإلى التنفيذ على أرض الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي العاملين وبأيدي القائمين في هذه المؤسسة إلى كل خير وصلاح، وأن يوفق جميع خطبائنا ومبلغينا إلى ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون أعمالنا كلها مورد رضا مولانا صاحب الأمر والزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عميق الشكر وموفور الامتنان نقدمه إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد علي بحر العلوم على هذه الكلمات الطيبات. ويسألونك عن سر هذا الجمال والجلال والكمال، فقل هذا الكمال إذا أريد بلوغه، هذه النجاة إذا أريد نجاة، هذه المآثر للحسين يحثها فكر وتحفز سعيها الغرفات، ليست إلى عرض قريب تغتدي أو تستبيح جنانها الرغبات، لكنها الهمم الرفيعة قد علت وسمت بها في العالمين سمات، سمات إبداعية أريد لها أن تتألق وتتعملق لتوظف جهودها وطاقاتها المتميزة في خدمة المنبر الحسيني. للمؤسسة وإدارتها كلمة في سفر حفل هذا الختام يلقيها مدير المؤسسة الشيخ حسين محمد الكعبي، نستقبله معطرا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الفضلاء، السادة أعضاء هيئة الإشراف، الحضور الكريم، في البداية أتوجه إليكم بجزيل الشكر ووافر الامتنان على تشريفكم لنا اليوم وتلبيتكم الدعوة. إن رؤية مؤسسة رواد تتمحور حول ضرورة إتاحة آخر ما وصل إليه العلم البشري والخبرة الإنسانية في مجالي التنمية والتطوير الشخصي والإداري، للسادة الخطباء المبلغين وعموم الإداريين في المؤسسات الدينية بصورة تمكنهم من الاستفادة منه والوصول إليه، لتطوير فعالية وكفاءة الأفراد والمؤسسات. وهذا يأتي مواكبة لتوجيهات سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف على الخطيب أن يواكب ثقافة زمانه، فإن مواكبة ما يستجد من فكر أو ثقافة أو سلوك تجعل الالتفاف حول منبر سيد الشهداء ذا تأثير وفاعلية كبيرة. وفي وصية أخرى يحث فيها الخطباء والمبلغين أن لا يطرحوا المشكلة فقط، وإنما يطرحوا الحلول الناجعة لها. كيف يكون ذلك؟
من خلال الاستعانة بعلمي النفس والاجتماع، فإن ذلك يحول المنبر من حالة الركود إلى حالة القيادة والريادة. إن الانفتاح على علوم الزمان هذا النفسية والاجتماعية والإدارية الذي يلح عليه المرجع الأعلى واجب وضرورة لتحسين مستوى الأفراد والمؤسسات الدينية. لقد كان هذا الموسم حافلاً بالفعاليات التي تترجم توجيهات سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، والأرقام المحققة تدل على حجم العطاء والنجاح في هذا الموسم الثالث، 96 ساعة تدريبية، 7 عناوين دورات مختلفة كصناعة التغيير والذكاء الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي والتخطيط الشخصي والذاكرة الحديدية، و25 متدرباً و19 من حضور الشرف وعدد من كلمات الفضلاء. وقد تم تقديم وتأطير هذه الفعاليات من طرف 5 مدربين دوليين تم اختيارهم من بين أفضل وأكفأ المدربين في العالم العربي، وشكل نجاح هذا الموسم امتداداً لنجاحات الموسمين السابقين الأول والثاني. وأما بخصوص الموسم الثاني وهو الموسم الثقافي التخصصي الذي كان بإشراف سماحة الشيخ الأستاذ فرحان الساعدي الذي بذل فيه جهوداً كبيرة مشكورة جداً، تضمن هذا الموسم عدة محاضرات وندوات وورشات عمل قيمة جداً في فن الإلقاء والاقتناصات التاريخية ومهارات الاحتجاج، وامتد الموسم 2 متتاليين. ولم يكن لهذه النجاحات أن تتم لولا أولاً توفيق الله عز وجل، وثانياً دعم سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وثالثاً هيئة الإشراف. لقد تحققت هذه النجاحات وفق رؤية ورسالة وقيم وأهداف طموحة جداً وواضحة وأصيلة، وحمل مهمة تنزيلها إلى الواقع فريق متكامل وشغوف بعمله ومثابر عليه. وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي الذي أخجلنا بكرمه وعطائه الرائع، وجناب السيد الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الذي كانت رعايته حاضرة في البرامج والنشاطات في المؤسسة، ولهيئة الإشراف على متابعتها ودعمها، ولكل السادة الفضلاء الداعمين والأساتذة المدربين والطلبة المشتركين وجناب الدكتور إدريس أهلان الذي كانت لديه بصمات رائعة وإبداعية في تطور مؤسسة رواد. كان يقضي جل وقته في تطوير هذه المؤسسة، وأضاف أضافات نوعية ومهمة لها. وكذلك نقدم شكرنا الكبير إلى العتبة العلوية المقدسة ومؤسسة آل البيت لإحياء التراث ومركز طيبة للفكر والمعرفة
ومؤسسة المعارف الإسلامية والأخوة الإعلاميين والقنوات الفضائية، ولا يفوتني أن أذكر من تحقق النجاح ببركة جهودهما: هيئة الإشراف وفريق العمل المخلص المثابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسماحة الشيخ حسين الكعبي مدير مؤسسة رواد للتنمية والإعلام على هذه الكلمة. ونحن نجتمع في هذه الأجواء مع ثلة طيبة من الخطباء، من البر بذلك الشيخ المجدد الراحل أن نمر على شيء من أبياته الوائلي الكبير في مدينته العظيمة، حين يقول: بلدي تعانق والنجوم همومه، وترود كل بعيدة عصمائي، نبتت بتربته العلوم، فأنجبت ثللا مميزة من العلماء، صنعته مدرسة الوصي، ونوعت ملكاته، وبنته خير بنائي، بلد الفصاحة والسماحة والندى، ومعرس الأبرار والفقهاء، وأبو فوارس لو سبرت كفاحهم لعرفت فخر ملاحم الهيجاء. أولاء يا بلدي بنوك، فهل ترى أسمى غداة الفخر من أولاء؟ للموسم الثقافي التخصصي كلمة في هذا الحفل يلقيها سماحة العلامة الشيخ فرحان الساعدي، نستقبله معطرا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حتى اللي أعمارهم صغيرة يلبسون نظارة، لا تضحك، يعني أعمارهم صغيرة مثلي. فأليت على نفسي أن أختبئ خلف شاعر، لأنني شاعر أعتقد أنني لا يشق لي غبار، ولكنني أحب الكلام. فالكلام هو الوسيلة التي نعرف بها الناس، نعرف بها حجم علومهم، حجم ثقافتهم، وهذا الذي اشتغلنا على توطيده بين الإخوة. ثم لبيان إمكانيتك في توثيق كلمة تعتنق من عقيدة، لابد لك أن تحتج على صحتها، تكلمنا في هذا واشتغلنا عليه في باب الاحتجاج. وهناك خبايا تاريخية، خفايا تاريخية. أهل العراق 40 مليون نسمة، كم منهم يعلم أن العراق أصبح يوما ما لمدة سنة بيد السلطة العباسية، العفو الفاطمية، وأن الخليفة القائم كما يسمونه خليفة اعتقل وذهب به إلى عانة، شيعة على اعتبار ما يعرفون يحكمون فما قتلوه، اجوا السلاجقة وطلعوا ورجعوا للحكم. فهذا قلت بدل ما أغوص بياخذ لي ساعة ساعتين، خلينا نسوي تشامبير شعر ونخلص. فكتبت قصيدة أختصر فيها هذا العمل، قلت: أزيل اللبس من بين الحروف، أزيل اللبس من بين الحروف، فبعض القول ماض كالسيوف، ومن لم يلتمس للعمر نهجا يعش فوق البسيطة كالضيوف. ففتش يا أبيت اللعن دهرا فلن تلقى سوى ذكر الطفوف. به قد شيد الإسلام ركنا منيعا فوق عادية الحتوف. وأنت الآن أيها الخطيب، وأنت الآن تعلن للبرايا بأنك حامل النهج المنوف، فلا نلقاك دون الناس يوما ولا تبغي التقدم بالوقوف. فأنت حملت ألوية ابن طه ومن في الطف مقطوع الكفوف. فزين ما امتلكت من المزايا بحسن القول في وصف الصروف، بإلقاء
يهز الروح هزا وتاريخ تصرم بالألوف به تحتج فالدين احتجاج فلا تدع الكنوز على الرفوف ونحن بمركز الرواد رهن لما تحتاج للعلم الشغوف حقا أحسنت له كل تقل أحسنت لأن الشعر يريد أن يقال له أحسنت ورجل الدين يخجل منها ونحن بين هاتين نعمل لتوطيد قيمة الكلمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وأذكرك وأذكر محمد ماذا أفعل شكرا جزيلا جميلا طيبا إلى سماحة العلامة الشيخ فرحان الساعدي على هذه الكلمة وهذه الأبيات المنمقة وفقه الله لكل خير للسادة المدربين في هذا البرنامج كلمة لضيف كريم حل كريما على قلوبنا قبل عتبات أبوابنا جاءنا من المغرب العزيزة إنه الخبير في التخطيط والتنمية والإدارة على مستوى الوطن العربي الدكتور إدريس أوهلان نستقبله بذكر محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ومن شكر الله عز وجل أن نقف اليوم في هذا الحفل الختامي لنتوجه بالشكر لكل من كان سبباً في نجاح هذا الموسم التطويري الثالث الشكر أولاً لسماحة المتولي الشرعي الشيخ الكربلائي وقد أتيحت لي الفرصة لزيارته ثلاث مرات وكنت في كل مرة أرى عنايته ودعمه لهذا المشروع ولهذه البرامج والشكر موصول ثانيا لمركز الرواد وفريقه المتميز بدءا من هيئة الإشراف والقيادة الشابة وبقية الفريق الذين أعرفهم جيدا شخصا شخصا لأنني أقضي معهم 24 ساعة على طول اليوم وأعرف جديتهم ومثابرتهم وتفانيهم وصدقهم وولاءهم لهذا المشروع والشكر موصول ثالثا للإخوة الذين شرفونا بحضورهم المشاركين في البرنامج جزاهم الله كل خير مشكورين على جديتهم وتعاونهم وبفضل هذا التعاون نجح البرنامج بحمد الله عز وجل وأيضا الشكر موصول للإخوة الفضلاء الذين شرفونا أثناء أيام البرنامج وأخجلونا بتواضعهم وشرفونا بحضورهم فشكر موصول لكل هؤلاء جميعا كما قلت واجب المقام أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج الذي نقف اليوم للاحتفال بهذا النجاح أنا زرت النجف الأشرف أكثر من مرة هذه زيارتي السابعة للنجف الأشرف وأكاد لا أعرف من العراق إلا النجف الأشرف وكربلاء وأتشرف بذلك وفي كل مرة أزور النجف الأشرف أكتشف الحكمة وأكتشف العمق وأكتشف في هذه البيئة الروحانية العلمية يعني ما وهذا قلته للإخوة من أول يوم وعبرت عنه بكل صراحة وصدق ما كنت أعرفه قبل أكثر من 30 سنة من خلال قراءاتي لنخبة من علماء ومفكري النجف الأشرف والبيئة الحوزوية ومنهم سماحة الشهيد محمد باقر الصدر أنا كل ما لدي قلته في الأيام التي قضيناها مع بعض لكن إن كان ولابد أن نضيف شيئا فهو أن نؤكد على أهمية هذه العلوم
العلوم النفسية والاجتماعية والإدارية كما تفضل الشيخ حسين، أن نؤكد على هذه العلوم وأهميتها وأهمية الانفتاح عليها وأهمية الاستفادة منها. صحيح هناك تحديات، يجب أن نقر بأن هناك تحديات عندما نتطلع إلى الاستفادة والانفتاح على هذه العلوم. وأنا دائما أتحدث عن 3 فجوات نحتاج أن نطويها إن صح هذا التعبير. الفجوة الثقافية، لأن هذه العلوم نشأت في بيئة ثقافية وقيمية مختلفة عن بيئتنا. والفجوة القطاعية، لأن هذه العلوم نشأت للقطاعات والمنظمات الربحية، كيف نكيفها مع المنظمات غير الربحية. وفجوة الحجم، لأن هذه العلوم نشأت بالأصل ويجب أن ننتبه إلى هذه الجزئية أيضا، لاحتياجات المنظمات الكبيرة وكيف نكيفها مع احتياجات المنظمات الصغيرة. الذين وضعوها ما كان في همهم مشاكلنا إحنا، كان يبحثون عن حلول لمشاكلهم هم، ومن حقهم، لكن الحكمة ضالت المؤمن. يجب أن نستفيد من هذه العلوم وأن نستصلح أفضل ما فيها لبيئتنا ولمنظماتنا ولاحتياجاتنا. أجدد الشكر لك شيخ حسين ولفريقك ولهيئة الإشراف ولجميع الإخوة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود، وأن نرى، وأنا أتوقع ذلك، أن نرى إن شاء الله هذا المشروع وهذه البرامج وقد بلغت المزيد من النضج والمزيد من النجاحات، ونفرح لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور إدريس أهلال على هذه الكلمة. رايتنا مهما أريد لها أن تهشم أو تتحطم فإنها تبقى صادقة صالحة صادحة بحبها وولائها لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لا تنحني راية الإسلام بالمحن، ولن تنام على بوابة الزمن، ولن تموت، فما للبدر مقبرة بين النجوم، ولا للشمس من كفن، سماؤها العدل والإيمان تربتها، وقلبها النابض المولى أبو الحسن، وأهلها الذكوات البيض، ما سجدت للنائبات وما صلت على وثني، تضمها القبة البيضاء دانية قطوفها بالهدى والعدل والمنن. للطلبة المتخرجين من هذه البرامج كلمة يمثلهم عنها سماحة السيد عبد الجبار العوادي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بأي كتاب أم بأية سنة يعطل دين الله في كل أمة؟ بأي كتاب أم بأية سنة يعطل دين الله في كل أمة؟ أحيوا أمرنا، من أحيا أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذه المؤسسة الرائدة تساهم في إحياء القيم والمثل والأخلاق والدين والإنسانية. هذه المؤسسة مشكورة بجهودها بكل من له دور في هذه المؤسسة، ولكن اعتقادي الشخصي أن العملية التربوية بجامعاتها ومدارسها بما فيها من مدراء وبما فيها من فروع كثيرة، عمادها الأستاذ المدرب. ف
فإن رئيس الجامعة ورؤساء الأقسام والبرامج المعدة والمادة العلمية والطلبة وجميع المستلزمات كلها من أجل توفير الجو لكي يعطي الأستاذ والمدرب ما عنده. فبعض الأساتذة يمكنه أن يوصل المادة العلمية ببيان سلس وجذاب ومميز بحيث يخرج طلبة ناجح، وبعض الأساتذة المادة العلمية عنده ولكنه غير قادر على إيصالها بأسلوب جذاب وسلس، وبالنتيجة قد يخرج طلبة فاشلين. لذا تميزت مؤسسة رواد بحسن اختيارها للأساتذة المدربين، وأخص بالذكر الأستاذ الذي أتشرف بمحبته وصداقته وأخوته الدكتور إدريس، فإنه رجل الاستراتيجية فعلا وقولا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لا يكفي الكلام وإنما أن يرى المتلقي منا الكلام السلوك المطابق لما تعلمناه. فإذا عملنا بما علمنا رزقنا الله علمه ما لم نعلم. الشكر موصول للمتولي الشرعي، ونتمنى على المتولي الشرعي وكل الداعمين الآخرين توسيع المؤسسة بإيجاد بناية أفضل، بإيجاد إمكانات أفضل، بإعطاء شيخ حسين امتيازات أكثر، فإنه أهل ومحل جميع المؤسسات التنموية البشرية غرضها إيجاد الإنسان المناسب في المكان المناسب. وهذه الدورات حتى تعد الخطيب أن يقوم بدورة بشكل مناسب في المكانات المختلفة، ولكن من التوفيقات الإلهية أنك تجد إنساناً مناسباً بالفطرة ومن دون تدريب وفي المكان المناسب. أقصد الشيخ حسين الله يحفظه، وأفتخر بمحبته وصداقته وطيب أخلاقه. أسأل الله لنا ولكم دوام هذه التنمية واستمرار هذه التنمية، وأن لا تقتصر على العراق وإنما تمتد إلى كل رحاب الدنيا. إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة الخطيب السيد عبد الجبار العوادي على هذه الكلمة التي كانت مسك ختام هذا الحفل، قبل أن نشرع بتقديم التكريم لأهله، تكريم للداعمين والرعاة والهيئة المشرفة العليا على فعاليات وبرامج ومشاريع هذه المؤسسة. يتفضل بتقديم هذا التكريم سماحة الشيخ إحسان الجواهري، نستقبله معطرا بذكر محمد وآل محمد. إذن التكريم وتوزيع الشهادات التقديرية إلى الطلبة المتخرجين من الموسم التطويري الثالث. المهندس عباس الخزرجي يتفضل مشكورا. شهادة شكر وتقدير إلى الشيخ حسام العبيدي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. تكريم لضيوف الشرف ضمن الموسم التطويري الثالث، سماحة الشيخ محمد الكعبي، إذا كان أحد عنه بالنيابة.
شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة السيد عبد الجبار العوادي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. شكرا لسماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي لمشاركته معنا في تقديم هذا التكريم. يتفضل لمواصلة هذا التكريم عضو الهيئة الإشرافية سماحة الشيخ ستار الجيزاني، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. نبقى مع ضيوف الشرف في الموسم التطويري الثالث، الدكتور علاء الصالحي إذا كان موجود أو أحد عنه بالنيابة، سماحة الشيخ محمد علي آل حيدر، السيد محمد حسن الموسوي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. شهادة شكر وتقدير إلى سماحة الشيخ عبد العظيم اللامي، وشهادة شكر وتقدير إلى الشيخ الدكتور علي الشكري، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. إذن مع تكريم الطلبة المشاركين في الموسم التطويري الثالث، الشيخ محمد رحيم زامل الساعدي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. المشارك الشيخ وائل علي الحاج، المشارك الشيخ حميد مجيد القاسمي، السيد سلام جعفر الأحرجي، أشكر سماحة الشيخ ستار الجيزاني لمشاركته معنا. يتفضل ليواصل تقديم هذا التكريم سماحة الخطيب الشيخ الدكتور علي الشكري، نستقبله مكرما ومكرما بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيخ ناظم دخيل الخفاجي، الشيخ رياض ثجيل السهلاني، شكرا لسماحة الشيخ الخطيب الدكتور علي الشكري لمواصلته معنا. ينضم لتقديم التكريم الدكتور إدريس أهلان، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. مع طلبة الموسم التطويري الثالث والشيخ عباس حميد حمد، الشيخ مؤمل هاشم الربيعي، السيد فلي حسن الشريفي، السيد حسين هاشم وتوت،
الشيخ حيدر لطيف الطائي. أشكر الدكتور إدريس أهلا لمشاركته معنا في تقديم هذا التكريم. يتفضل لي يشاركنا تقديم هذا التكريم سماحة الخطيب الشيخ عبد الله الدجيلي، نستقبله بذكر محمد وآل محمد. مع طلبة الموسم الثقافي التخصصي الأول الشيخ علي فيصل الإبدياري. الشيخ حيدر عبد الأمير السعادي. الشيخ مصطفى محمد شير علي. الشيخ علي عبد الحمز العبيدي. موجود. الشيخ حيدر لطيف عيسى. الشيخ علي غالي العبودي. الشيخ فاضل العويدي. السيد عباس حسين الشرق. الشيخ أيمن إبراهيم النصيراوي. ما شاء الله. السيد ساجد الياسري. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله الدجيلي لمشاركته معنا في تقديم هذا التكريم. يتفضل سماحة الشيخ فرحان الساعدي ليواصل معنا تقديم ما تبقى من شهادات شكر وتقدير للطلبة المتخرجين ضمن الموسم الثقافي التخصصي الأول. الشيخ خالد سعيد المخزومي. الشيخ محمد جابر العبساوي. الشيخ عبد المهدي العبادي. الشيخ واثق مكي الإبراهيمي. السيد سلام جعفر الأعرجي.
الشيخ أحمد عبد الرضا البحراني. الشيخ محمد يوسف موسى. نعم ذا كان أحد عنهم بالنيابة. نعم وأخيرا سماحة الشيخ وائل علي الحاج. شكرا لسماحة الشيخ فرحان الساعدي لمشاركته معنا في تقديم هذا التكريم. لفريق العمل والكوادر المخلصة الدؤوبة على إنجاح هذه الفعاليات أيضا لهم نصيب من هذا التكريم، يتفضل بتقديمه لهم الشيخ حسين محمد الكعبي مدير المؤسسة. نستقبله بذكر محمد وآل محمد. الأخ موفق عبود شاكر. الأخ حسين داخل عبد الله. الدكتور حسين زهير عبد الأمير. الشيخ منذر مطر حسين. الأخ هادي نجاح حسن. الشيخ عادل فياض. الشيخ حسين ليث. السيد حسن حبل المتين. وختاما مع تكريم الأخ زهير كريم نجم من وقف إلى جانبي طوال هذه المدة، آلى على نفسه إلا أن يستلمها والده، فنستقبله بذكر محمد وآل محمد. تفضل الشيخ كرمون. إذن شكرا لكم الأحب. شكرا للأحبة الإخوة الخطباء الفضلاء الأساتذة. نعم إن شاء الله الضيافة تنتظرهم خارج القاعة، ونستودعكم الله وفي أمانه وحفظه.